حزب الله اذا فات اليوم بحرب ارضاء للايراني هل قدر يطبب اي جريح؟ هل قدر يامن محروقاته؟ هل قدر يامن خبز؟ هل قدر يعمل اي شيء؟ حزب الله ما عنده مشكل لو بده يهد البلد روح على الحرب انما بحساباته شو يقدر يعمل اليوم؟ انه نحن اهضم شيء النظريه اليوم عند ارباب الممانعه انه نحن ما عندنا شيء تنخسره وبالتالي بنروح على على المواجهه الاسرائيليه هو اللي بيخسر لا هالمره انت رح تكون خسرت وجودك اليوم حزب الله لن يلقى اي بيت مفتوح بلبنان لن يلقى اي احتضان داخلي اليوم حزب الله اذا بيعمل اي مغامره على الطريق لو كنت اعلم رح يروح مش بس بحرب جنوب بالداخل ما رح تقطع على خارس بسام اللبنانيين سئموا من حزب الله ليش اللبنانيين ما بيتضامنوا مع اكيد مع لا اللبنانيين على الاقل الاكثريه الصاحقة من اللبنانيين <applause> المشاهد يلي شفناها بال2006 لن تتكرر اللبنانيين صاروا يعرفوا ان حزب الله ايراني الانتماء ايراني الاجنده ما بياخذ المصالح اللبنانيه ابدا بعين الاعتبار